هاي، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتي. اليوم سأريكم مكتبي للدراسة في غرفتي. إذن هيا نبدأ. أولا أسمي لأن لا يوجد أي غطاء طاولة لأن لم يشتريها بعد. والآن هذا هو حاسوبي، وبجانبه مكبر الصوت وأيضا مكبر الصوت، وأيضا هنا مكبر الصوت، وهذا أيضا هناك الإطار ولكن لا يوجد الصورة، وهذا الملفات، يعني الملفات متعلقة بالموسيقي، وهناك الزهور، وأيضا هنا القرآن، وهذه الأشياء متعلقة بعنايتي بالبشر، وأعلاه الأشياء متعلقة بالعناية بالشعر هذا وهذا، وأعلاه هناك النظارات وحيد 2-3، وأعلاه أيضا هناك كأسي، وهنا أيضا يوجد الدواء، يعني دوائي وهباء الجوي، وأيضا القناع، القناع للوجه. إذن في جانب مكتبي هناك الدبلبين، يعني لكل كتب أو ملفات أنا أضع هنا، يعني في هذا الدولاب كثير من الكتب والمجلات وملفات والقرطاس وكل شيء. إذن هذا فقط من مكتبي للدراسة، وهذا فقط مني. شكرا لكم على حسن استماعكم وأبصاركم، والسلام عليكم.